يداها وهي بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. وانتظرت هذا اليهودي، فلما اقترب فجأة خرجت عليه وبالعمود ضربته. ألا يا أم لو تدري عذاب. ماذا يراد من المرأة بعد كل هذا؟ أي قال أن المرأة لا عطاء لها؟ نماذج فريدة خلدت هذه الأسماء في التاريخ. عذاب البعد يكويني، فلا عطف ولا حب ولا قلب يواسيني. إلى جنبيك يا أمي. إلى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستأنف معكم الحديث عن النساء الخالدات، وأستأنف الحديث الذي بدأناه في حلقة ماضية عن خديجة رضي الله عنها. خديجة التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 15 سنة، وعاشت معه رضي الله عنها بعد البعثة 10 سنين، صحبة استمرت ربع قرن 25 سنة، وكانت زوجته الوحيدة في 25 سنة. وفي هذا على فكرة رد على بعض المستشرقين الذين كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم مزواج، لو كان مزواجا لتزوج وهو شاب وتزوج مع خديجة عدة زوجات، لكنه ما تزوج مع خديجة أبدا. 25 سنة ما تزوج إلا خديجة، كان زوجة واحدة فقط، كل زوجات الأخرى كان لها أسباب، إما لإظهار مكانة واحد من أصحابه كزواجه من أبي بكر، من زوجة من بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه عائشة الصديقة بنت الصديق، أو زواجه من حفصة، أو لسبب ديني كزواجه من زينب رضي الله عنهن أجمعين، زينب بنت جحش، حتى يلغي قضية التبني، أو لأسباب فيها يعني أسباب سياسية لإدخال الناس في الإسلام وإنهاء مشاكل سياسية رئيسية. هذه الأسباب الرئيسية التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج، بالإضافة طبعا إلى المكانة التي لزوجاته رضي الله عنهن أجمعين. ونرجع لخديجة رضي الله عنها، وهي صاحبة المكانة العظمى والكبرى بين زوجاته، والتي بشرت بالجنة رضي الله عنها، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل فقال له السلام عليكم، وطلب منه أن يسلم على خديجة ويبشرها، قال سلم على خديجة وبشرها أن الله يبشرها ببيت في الجنة، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بيت من لؤلؤ ليس فيه إزعاج صخب وليس فيه تعب نصب، بيت صافي سلام وجمال. هذا بيت خديجة رضي الله عنها في أعلى الجنان، مبشرة بالجنة رضي الله عنها. لما بدأت البعثة ونبئ النبي صلى الله عليه وسلم بالآية العظيمة، يا أيها اقرأ باسم نبئ بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أرسل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بدأت مرحلة الصراع التي تحتاج إلى صبر. أول ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن، أول من أسلم من البشر أجمعين خديجة رضي الله عنها. أي مكانة عظيمة للمرأة في تاريخنا الإسلامي، أول من أسلم خديجة، أول من استشهد سمية. وانظر وتأمل في كثير من الأوائل، ستجد النساء سبقن الرجال حتى يعرف مكانة المرأة في الإسلام، حتى لا ينقص من هذه المكانة أبدا في نفوس الرجال أو في نفوس النساء، في نفوس المسلمين أو في نفوس المتعلقين بالغرب، أبدا أبدا مكانة سامية يتمناها كبار الرجال،
أول من أسلم من الخلق أجمعين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها، حازت السبق والشرف الذي لم يسبق به أحد. فورا وبلا تردد وبلا تشكك وبلا نقاش أو سؤال أسلمت خديجة رضي الله عنها، وأسلم معها من كان في البيت، أسلم علي بن أبي طالب، وأسلم زيد بن حارثة الذي تربى في حجرها كان عبدا عندها، ثم أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه فكان يسمى زيد بن محمد، وأسلم هند ابن أبي هالة، هند ابن خديجة من زوجها السابق، أسلم من في البيت، وأسلم بناتها وأولادها، هذا بيت كله صار مسلما. وأسلمت أم أيمن، أم أسامة ابن زيد، أسلموا هذا بيت خديجة رضي الله عنها، بيت مسلم دخل الإسلام ولم يتردد في الإسلام، يرعاه خير البشر أجمعين سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأت فترة الصراع كما تعلمون، وبدأت فترة الأذى، وكانت خديجة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها أعظم مساند للدعوة على الإطلاق. في قصة حدثت بعد سنين طويلة في المدينة، أن هالة أخت خديجة، هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها، دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى زوجاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتها فقال اللهم هالة، سمع صوت يذكره بخديجة، أي حب هذا، أي تعلق هذا، أي عواطف إنسانية تتجلى. يا معشر الرجال اليوم الذين لا يظهرون عواطفهم لنسائهم، انظروا الوفاء وانظروا الحب يتجلى على يد أكثر البشر وقارا وهيبة واحتراما. المسائل هذه لا تتعارض مع الهيبة والوقار، هذه عواطف إنسانية بشرية طبيعية مطلوب إظهارها. قال اللهم هالة، من شدة فرحة صوت خديجة نفسه صوت خديجة تحرك، فزوجته صلى الله عليه وسلم غارت، قالت يا رسول الله وهل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خير منها، يعني عندك الآن من النساء شابات مؤمنات، كانت عجوز يعني لماذا تستمر تتذكر خديجة؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عنه زوجته رضي الله عنها تقول والله ما رأيته غضب غضبة مثلها في حياتي، ما شفت غضب من شدة انفعاله، كيف يتكلم أحد على خديجة، كيف يستصغر أحد شأن خديجة، كيف يقولون هناك من هو خير من خديجة، أبدلني الله خيرا منها، لا والله والله ما أبدلني الله خيرا منها، هكذا في الحديث، والله ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس. فمن هنا من هذا الحديث نعرف مواقف خديجة رضي الله عنها، آمنت بي إذ كفر بالناس وصدقتني إذ كذبني الناس، لما بدأ الناس يكذبوه كذاب كذاب، بينما هو المعروف بالصدق والأمانة ويسمى الصادق الأمين، فورا انقلبوا عليه، إلا خديجة كانت واضحة ولا ترددت أبدا، صدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس. ماذا فعلت خديجة رضي الله عنها لما كانت البعثة؟ ماذا فعلت؟ قالت يا رسول الله لا تنشغل بمال ولا تنشغل بتجارة. نحن نعرف في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم ثم اشتغل بالتجارة، طيب بعد البعثة ماذا كان يفعل؟ من أين كان يأتيه الأموال؟ من أين كان يعيش؟ هنا مسألة ينساها كثير من الناس،
خديجة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينشغل بالأموال، انشغل فقط بالدعوة، فرغته لنشر الدعوة بين الناس، نشر الإيمان بين الناس، وسلمت أموالها لمن يرعاها بحيث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشغل بمال، فواسته بالمال، تفرغ كامل للدعوة من أموال خديجة. أول التجار، أول التجار المؤمنين الذين سنوا سنة تفرغ الدعاة خديجة رضي الله عنها، واستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله أولادها وحرمني أولاد الناس. لم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم أولاد من غير خديجة سوى ما جاء في آخر عمره مع ماريا القبطية رضي الله عنها بولده إبراهيم عليه السلام. إذن هذه مكانة خديجة، حتى تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت من أحد أو على امرأة ما غرت من خديجة. طبعا الغيرة بين النساء أمر طبيعي، خاصة الضرات، أمر طبيعي جدا في طبيعة النفس البشرية عند المرأة. تقول ما غرت على امرأة غيرتي من خديجة. خديجة ماتت قبل الهجرة، قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، تغار منها بعد موتها. تقول غرت منها وقد ماتت قبل أن يتزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، ماتت لما كنت أسمعه يذكرها، يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عجيب، دائم الذكر لخديجة، دائم الذكر لخديجة، ودائما يذكر حديث تبشير خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وفائه لخديجة، من شدة وفاء لها، أنه كان إذا جاءته غنمات شياه كان يذبح الشياه ويوزعها على صاحبات خديجة بعد وفاتها. أي وفاء، أي محبة تتجلى، أي علاقات أسرية راقية هذه التي يضربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أي مثال عظيم في الوفاء يتجلى في هذه العلاقة الشريفة الطاهرة. خديجة تستحق كل ذلك، تستحق، لأنها وقفت وقفات في الدعوة نادرة، وقفت 10 سنين فترة الصراع، فترة الأذى، الشدة التي اشتدتها قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عندما عزل المسلمون في شعب أبي طالب فرضت قريش عليهم المقاطعة، ممنوع أحد يتزوج منهم، ممنوع أحد يزوجهم، ممنوع أحد يبيعهم، ممنوع أحد يشتري منهم، ممنوع أحد حتى يعطيهم طعام. خديجة لم تكن من بني هاشم الذين ضرب عليهم الحصار، لكنها مع ذلك رفضت أن تعيش في بيتها في النعيم، ولجأت إلى هذا الشعب وعاشت مع حياة الأذى. وكان ابن أخيها حكيم بن حزام كان يأتيها بالطعام، فكانت تأخذ وتوزع على المسلمين، فمنعت قريش بعد ذلك حكيم وأمثاله من إعطاء الطعام لخديجة وأمثالها الذين لم يكونوا المقصودين بالحصار. فكان حكيم بن حزام كان يسلل لها الطعام خلسة، وكانت تأخذ هذا الطعام وتوزع على المسلمين. كرم ومشاركة وصبر عجيب. فترة 10 سنين التي عاشتها خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لها ذكر كثير. لماذا؟ خديجة وقفت موقف المساندة العجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت لا تنشغل ببيت ولا بأولاد ولا بأموال ولا بتصريف الحياة، خلاص أنا أكفيك، أدارت البيت وربت الأولاد والبنات ورعت الشؤون الداخلية حتى يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم بكليته للدعوة، ليس كما يفعل بعض نساء الدعاة اليوم، شكاوي وأذى، وين رحت وين جيت وتعال ما طلعتنا ما وديتنا ما... نعم من حق كنا ذلك، وهذا واجب للرجل،
لكن إذا كان شعرتم أن هذا شعرتن أن هذا سيؤثر على أدائه الدعوي، سددوا وقاربوا وازنوا، هو يوازن وأنتم أيضا وازنوا، لا تطالبوه مما يطالبه به، تطالب عاديات النساء العاديين من الرجال. مطلوب أن الداعية ينصر ويؤيد ويسند في بيته، هكذا كانت خديجة رضي الله عنها، كفته البيت ورعاية الأولاد والأموال وإدارة الشؤون المنزلية، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة بكليته. كم من النساء اليوم من يصبر على هذا 10 سنين، 10 سنين كانت تستطيع أن تعيش حياة مترفة كما كانت تعيش، حياة أموال وتجارة وشرف ونف، تستطيع هذا، لكنها أبت، أبت إلا أن تشارك هذه المشاركة الفعلية والوجدانية والمالية والتربوية، رضي الله عن خديجة. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول عن خديجة معنى باختصار أنها ملأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في حياته، حتى بعد مماته ملأت حياته، وصدقت في قولها حين قالت كأن لم يكن في الدنيا امرأة سواها، كأن لم يكن في الدنيا امرأة سواها، ما في غير خديجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كأن ما في واحدة ثانية. أسمعتم بقصة حب سامية طاهرة شريفة في محتواها وفي أهدافها، في علاقاتها الداخلية وفي آثارها الخارجية، كأثر حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. خديجة خرجت لنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وصبرت على موت أولادها القاسم وعبد الله، ماتوا صغارا، صغارا جدا، ما بلغوا سن الرشد، وصبرت، ولم يذكر لنا التاريخ أنها احتجت أو اعترضت أو استنكرت ذلك، ما قالت والله مكانتي ومكانتي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل بنا ذلك، أبدا، رضا كامل واستسلام كامل. ثم إن خديجة خرجت لنا زينب ورقية وأم كلثوم، وخرجت لنا واحدة من الكاملات النادرات، خرجت لنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. خديجة إحدى الكاملات في التاريخ، لم يكمل من النساء إلا 4، مريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد الصديقات رضي الله عنهن أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، أفضل النساء في زمانها مريم بنت عمران، وأفضل النساء في زمانها خديجة بنت خويلد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، كان كلما ذبح شاة كما ذكرنا قال أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. فقالت عائشة يوما خديجة يعني ماتت، لماذا لا نرعى أصحابنا اليوم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. احتلت خديجة رضي الله عنها المكان الكبرى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلوب المؤمنين إلى يوم الدين، وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم تتحمل الأذى وتسنده في الدعوة، حتى كانت السنة 10 للبعثة، العام الذي سمي عام الحزن، عندما توفي أبو طالب نصير النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يحميه من أذى قريش،
يقول ما نالت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما نالت مني قريش ما نالت حتى مات أبو طالب. وبعد ذلك بثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام فقط تموت خديجة رضي الله عنها. فمن شدة الحب ومن شدة الحزن كان ذلك العام يسمى ويخلد في التاريخ باسم عام الحزن. رحم الله خديجة وأرضاها وأعلى شأنها في الجنة، وجعلنا من المقتدين بإيمانها وإخلاصها وحبها للنبي صلى الله عليه وسلم. مزيد من النساء الخالدات من أمثال خديجة في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله. أنا يا أم لو تدري عذاب البعد يكويني، فلا عطف ولا حب ولا قلب يواسيني. إلى جنبيك يا